والروزماري تسمية لها قصة أسطورية وأحكي لكم، والعهدة مش علي. والقصة إن السيدة مريم العذراء وضعت عبائتها الزرقاء لما كانت تستريح في الصحراء على نبتة الروزماري البيضاء، فتحول لونها من بيضاء إلى زرقاء، ومن هنا أطلق عليها زهرة مريم أو الروزماري، فكان ذلك قدر وقضاء. من أشهر النباتات الطبية والعطرية، فوائده كتيرة واستخداماته عديدة في مجالات كتيرة زي الطعام والدواء ومستحضرات التجميل والبخور. وعشان أهميته وشهرته في مجالات كتيرة، كان لزام علينا نخصص له حلقة نتناول فيها كل ما حضرتك تحب معرفته عن الروزماري. حضراتكم معانا في قناة زراعة سهلة، ومن خلال الكتالوج اللي تعودنا نعمله لكل نبات، أو نقول المرجع اللي بنعمله، هنتناول فيه الوصف النباتي للنبات، التسمية، زراعته وطرق العناية به من حيث التربة والمكان والحرارة والري والتسميد والتقليم، والأهم إزاي نعمل تكاثر للنبات، ومع التوضيح بالصور خطوة بخطوة، وأخيرا فوائده واستخداماته العديدة اللي أعطيته كل الأهمية دي. ونتابع. أولا الوصف النباتي: روزماري شجيرة عطرية خشبية معمرة، طولها بيتراوح من متر ونص لمترين، أوراقها إبرية ضيقة وطويلة ودايمة الخضرة، دايمة الخضرة، ومن فوق بيكون لونها أخضر ومن تحت لونها أبيض، مكسية بشعيرات كثيفة وقصيرة، بتشبه لحد كبير أوراق شجرة الصنوبر، بتنمو في المناطق الدافية، وعشان كده بتجود زراعتها في منطقة البحر المتوسط، وبتعتبر آسيا موطنها الأصلي، لكن ممكن تتواجد بشكل قليل في المناطق الطقس البارد. التسمية: بتتعدد أسماءها حسب البلد، وإن كان أشهرها إكليل الجبل وحصل بان والروزماري. والروزماري تسمية لها قصة أسطورية قلناها في أول الفيديو. زراعة الروزماري وطرق العناية بها: بتعتبر زراعة الروزماري في المنزل أو الحديقة سهلة جدا، ومتطلباتها بسيطة جدا. فمن حيث التربة، بصفة عامة نقدر نقول النبتة ما بتحتاجش شروط كتيرة عشان تنمو، فمجرد توفير تربة جيدة الصرف بنكون حققنا لها كل حاجة، وده ممكن يكون الشرط الوحيد اللي بتطلبه في زراعتها، لأن الروزماري حساسة جدا لعفن الجذور، فلازم لها يكون صرف كويس. المكان يكون مشمس مفتوح ومش معرض لتيارات الهواء. الحرارة والشمس: بتحتاج شمس معتدلة، والنبتة بتزهر عادة في فصل الصيف والربيع وفي المناخ المعتدل أو الدافي. الري: ليها قدرة عالية على تحمل الجفاف ونقص المية لفترات طويلة، لكن كتر الري أكبر أذى لها، لأنه بيسبب عفن الجذور خصوصا لو كان الصرف سيء، وكمان ما بتتحملش البرودة الشديدة والسقية. التسميد: الروزماري نبات قوي متحمل ويتحمل الجفاف، ونادرا ما بيحتاج لأي أسمدة، لكن ممكن نسمده مرة واحدة في السنة. التقليم: للمحافظة على النبات ويكون حالته قوية وصحية، بننصح بالقص من أفرع الروزماري بشكل دوري، وده طبيعي كمان إن احنا بنقص أوراقه اللي احنا بنزرعه عشانها ونستفيد بيها. التكاثر: التكاثر بيتم بطريقتين، إما بالبذور أو بالعقل الطرفية، والتكاثر بالعقل الطرفية هو الأسهل والأسرع، وهو موضوعنا الرئيسي النهاردة، هو شرح لكيفية زراعة وإكسار الروزماري في المنزل خطوة بخطوة وبالصور التوضيحية، وعلى طول مع أول خطوة وبالصور. الخطوة الأولانية: بنختار شوية عقل طرفية من نبات قوي
وبحالة جيدة، ويكون طول العقلة ما بين 10 ل 15 سنتي. وممكن نختار عقلة واحدة طويلة وممكن نقسمها ونستخدمها. الخطوة التانية، بنشيل أغلب أوراق العقلة من تحت ونسيب أوراق في القمة، ورقة أو اتنين. الخطوة التالتة، نحط العقل في إناء مناسب زي كوب مناسب به مية. المية بتكون معقمة، والتعقيم احنا قلناه قبل كده كتير، يا إما تكون مية مغلية ونستخدمها بعد ما بتبرد ونسيبها في مكان مظلل، ونغير المية كل يومين مع الحرص على تعقيمها بالجلي. احنا اتفقنا التعقيم بالجلي أو إضافة ماء أكسجين. الخطوة الرابعة، واضح في الصورة بدأت وبدايات تكوين الشعيرات الجذرية، وهتحتاج من 10 أيام لأسبوعين حسب درجة الحرارة والفصل المناخي. الخطوة الخامسة، بمجرد ان احنا بنكون الجذور او بتتكون الجذور على العقل بتكون جاهزة للزراعة. ممكن نزرع الروزماري في مجموعات زي ما واضح في الصورة، او ممكن بشكل منفرد. الخطوة السادسة، ان احنا بنحط العقلة او العقل في اناء حجمه مناسب، ونضغط على التربة حوالين الساق والجذور بشكل قوي لتثبيتها وتفريج الهواء، ونرويها ري جزير بالمية اول مرة، وما نرويش مرة تانية لحد ما تجف التربة تماما. ونخلي بالنا وما ننساش ان الروزماري حساس جدا للمية الزايدة، وممكن انه يصاب بعفن الجذور بسهولة زي ما سبق وقلنا وبنأكد مرة تانية. اخر خطوة، بنحط النبات في مكان به اضاءة قوية في البداية، وبعد كده بنعرضه للشمس تدريجيا، بنعرضه للشمس. روزماري نبات جميل معمر، وبيستخدم في أكلات وطبخات، وله استخدامات عديدة. كمان بيستعمله المحترفين في فن البونساي. البونساي فن عمل تحف من النباتات والشجيرات والأشجار زي ما في الصورة، وإحنا قبل كده قدمنا فيديو خاص بفن البونساي، وهنسيب اللينك في صندوق الوصف لأي حد بيحب يشوف. ياريت تزرعوا روزماري، مهم ومفيد جدا، وياريت إعجاب وشير. ولو حضرتك أول مرة تشوف فيديوهاتنا يشرفنا الاشتراك في قناتنا، ونسيب حضراتكم مع فوائد واستخدامات الروزماري اللي لا تعد ولا تحصى، واستخداماته العديدة وفي مجالات كتير. هنلخصها في نقط بسيطة، وحضرتك ممكن تعمل سيرش على النت هتعرف كل فوائده بالتفصيل. لكن ضروري بنأكد على حضراتكم، لازم نكون حذرين جدا مع استخدام منتجات أوراق وزيت الروزماري، ولابد من الاستشارة الطبية. أما الفوائد والاستخدام هنسيبه مع حضراتكم. وبالتلخيص، دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.